لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. دكتور رضا، بعد التحية، قراءتك لتشكيلة الحكومة الجديدة وانطباعك عن الاختيارات التي تمت على الوزراء الجدد وكذلك الإبقاء على عدد من الوزراء. أهلا بك والسادة المشاهدين. طبعا قراءتنا للمشهد في ظل تشكيل الحكومة الجديدة ونواب المحافظين وحركة المحافظين اللي تمت، طبعا ده الشيء الجديد اللي تم. احنا شفنا دمج بعض الوزارات وشفنا استحداث وزارات جديده، وكمان لاحظنا الاعمار السنيه للوزراء. الاعمار السنيه للوزراء تكاد تكون مناسبه جدا، فرقت عن الاعمار السنيه السابقه، وده كان بيؤكد ان الحكومه الجديده ليها توجه جديد من القياده السياسيه، توجه جديد في دمج الوزارات واستحداث وزارات جديده، وذلك من اجل مقابله التحديات اللي بتحدث داخل الوطن، وخاصه الملف الاقتصادي الشغل الشاغل للعالم كله، لانه كل النزاعات اللي حوالينا في الاقليم ادت الى مشاكل اقتصاديه كثيره، ومصر من ضمن الدول اللي عانت من هذه المشاكل، وبالتالي كان لازم يبقى في وزاره استثمار وفي مجموعه اقتصاديه جديده لديها خبرات ولديها فكر جديد تستطيع انها تعبر بالوطن في ظل التحديات الموجوده داخل الدوله المصريه. صحيح. كمان احنا محتاجين طبعا الساده حركه المحافظين وحركه الوزراء الجديده بتاكد دايما ان هم لازم يضعوا امام اعينهم مصلحه الوطن والمواطن، وده من خلال قدرتهم وكفاءتهم والسرعه في الاداء والقدره على حل المشاكل، لان دي من الحاجات اللي بتقابلنا بنعاني منها دايما. الحكومه بتتاخر بخطوه وخطوتين، وده بيؤدي الى تفاقم الازمه وشعور المواطن بيها، والى ان يتدخل السيد الرئيس ونبدا نحل الازمه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين حكومه استباقيه. نامل في الحكومه الجديده انها تكون حكومه استباقيه دايما لحل المشاكل، برضو على مستوى المحافظين ونوابهم، يكون المحافظ جاهز لكل المشاكل، قاري المشهد كويس داخل المحافظه، بيستبق الامور ويستبق الاحداث، ودايما عنده وقايه لكل المشاكل، مش عايزين المشكله تقع وبعدين نبدا نعاني. وبالتالي احنا شايفين الحكومه الجديده لديها تحدي قوي في مسار الاصلاح الاقتصادي، على تركيز على جذب الاستثمار الداخلي والاجنبي وتشجيع نمو القطاع الخاص، الى جانب انهاء ازمه انقطاع التيار الكهربي، لان دي من الازمات اللي بتحرك الشارع المصري، واعتقد انه الحكومه خدت بعض الاجراءات والقرارات اللي بدات تنفذ من 1/7، وبالتالي كل هذه الامور بتضع امام الحكومه الجديده تحديات غير طبيعيه. واعتقد انا شايف ان الحكومه التشكيلات الجديده فيها كفاءات، فيها تخصصيه، فيها ناس تقنيين، الاعمار السنيه، كل ده اعتقد. صحيح. دكتور رضا، ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضخ دماء جديده تحقق تطلعات الشعب المصري، في رايك يعني ابرز الملفات الاساسيه اللي بتتصدر عمل الحكومه بتشكيلاتها الجديده؟ ابرز الملفات طبعا هو خلينا نتكلم على الملف الانسان المصري، بناء الانسان المصري، واحنا بنتكلم على بناء الانسان المصري بنتكلم على صحه وتعليم، وبنتكلم على احتياجات المواطن المصري، واحتياجاته دي طبعا هتبقى مرتبطه بالملف الاقتصادي ومرتبطه بالملفات الاخرى. وبالتالي النهارده توجه الحكومه الاساسي اللي السيد الرئيس وجه بيه هو الاهتمام بالمواطن المصري، انه يتعلم تعليم جيد ويتوفر له بيئه كويسه وداخل الاسره المصريه، وايضا يتوفر له رعايه صحيه اوليه محترمه يقدر يستفيد منها داخل الدوله المصريه، والمشاكل الاقتصاديه اللي موجوده من التضخم وارتفاع الاسعار يحصل ضبط للسوق ويحصل ضبط للاسعار اللي بتتغير كل يوم، وتوافر للسلع الموجوده في الاماكن وتوافر الادويه. كل هذه الامور اعتقد انه الحكومه الجديده كل التشكيلات اللي موجوده فيها اعتقد هتعمل على هذا التحدي، وهو بناء الانسان المصري واحتياجاته ورفع الاعباء عن كاهل المواطن المصري عشان يعيش في حياه كريمه، لان هو كل الهدف في النهايه ان المواطن المصري يحيا حياه كريمه داخل دولته
ويتمتع بدوت. اعتقد توجه القياده السياسيه هو بناء الانسان المصري واحتياجاته، وتوجه الحكومه هيكون على هذا الاساس في شتى المجالات، وبالتالي قدامها تحدي قوي، قدامها تحدي في الوقت كمان، لانه عامل الوقت مهم، لانه الشعب المصري تحمل الكثير والكثير، وعلى استعداد ان يتحمل اكثر من اجل هذا الوطن، ولكن لازم يكون هناك استجابه من الحكومه سريعه. خلال الثلاث شهور الجايين لازم الشارع المصري يشعر بالتحسن، ويشعر بان الحكومه الجديده بتعمل خارج الصندوق، وان لديها حلول غير تقليديه، وبالتالي تستطيع انها تحقق طموحات الشعب المصري، لان هي في الحقيقه جايه في ظروف صعبه جدا، وظروف يعني المشاكل الاقتصاديه العالم كله بيعاني منها، مش مصر بس، الدول الكبرى بتعاني، الدول الكبرى عندها مشاكل اقتصاديه ضخمه، وبالتالي هي مشكلة عالمية، ما هياش مشكلة من الداخل المصري، هي مشكلة جاية لنا من بره نتيجة النزاعات، لكن لابد التعامل معها داخليا. طيب دكتور رضا، يعني هناك آليات جديدة في تشكيلة الحكومة الجديدة، طبعا لرفع كفاءة الحكومة وعملها بشكل يعني أكثر سهولة ويسر. رؤيتك مثلا لاختيار الوزراء كامل الوزير وخالد عبد الغفار كنواب لرئيس الوزراء، وما تعكسه هذه الخطوة من وجهة نظرك؟ الخطوه دي بتعكس توجه القياده السياسيه، انه رئيس الوزراء لانه هو مثقل بالاعباء الكثيره والملفات ضخمه، فيبقى في نواب لرئيس الوزراء، نواب متخصصين في بعض الملفات وبعض التحديات الموجوده داخل الدوله المصريه، لان ده هيسهل كتير قوي في حل المشاكل، لان انت احيانا بيحصل لك في مشكله بتبقى او تحدي موجود، ده بيحتاج تدخل اكتر من وزاره لحله، فلما يكون في نائب رئيس وزراء يقدر يتولى هذه المجموعه، ويقدر يتعامل مع هذا التحدي، ويقدر يحقق نتائج فيه كويسه، فكانت بالنسبه لنا ان النواب رئاسه الوزراء ده منصب مهم جدا، منصب اعتقد انه هيكون موكل له بعض الملفات الهامه الملحه داخل الدوله المصريه، لان رئيس الوزراء هيبقى مثقل بكل القضايا ومثقل بكل الوزارات، وبالتالي انه يوزع على النواب بعض التحديات وبعض القضايا، اعتقد ده كان قرار صائب وقرار محتاجينه، واعتقد انه ده ممكن يعمم في كل الوزارات، ان كل وزير يبقى له نائب برضه تخصص ونائب يمسك ملفات معينه، زي فكره المبادرات. ما هي فكره المبادرات قايمه على ايه؟ قايمه على انك بتعملي مبادره محدده في حاجه محدده وبتنجح في مصر ونجحت كويس جدا، احنا هنعمل ده في الوزارات بس مش مبادره بقى، لا ان الوزاره جهه تنفيذيه، احنا نعمله لما يبقى في نواب وزراء ونواب لرئيس الوزراء، هتقدري تنقلي فكره المبادره دي الى فكره مشاريع محدده بيتولاها نائب رئيس الوزراء، عنده مشروع اثنين ثلاثه ويقدر يتابع هذا المشروع ويقدر ينسق بين الوزارات المختلفه بما لديه من صلاحيات، وبالتالي ده يؤدي الى سهوله ويسر في تنفيذ المشروعات الضخمه الكبيره، تنفيذ التحديات زي مشكله الطاقه والازمه انقطاع الكهربي، لما يكون في مجموعه وزاريه بتشتغل عليها تحت اشراف نائب رئيس وزراء، اعتقد ده هيدي سرعه في حل المشكله، المواطن هيشعر بده، هيحس بارتياح، هيحس ان الدوله بتعمل على اجراءات سريعه واجراءات بتقابل التحدي بشكل غير طبيعي وخارج الصندوق، وبالتالي نقدر نحقق الراحه للمواطن المصري ونحقق الامن والامان داخل الدوله المصريه. بالتاكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، كنت معنا عبر الهاتف.